النجمة الجميلة المتألقة دائما ايمي سمير غانم، بقول لك مليون مبروك على الفيلم. ربنا يخليك، متشكرة جدا، الله يبارك فيك. قولي بقى ايه عن فيلم عشان خارجين؟ هقول يا رب يبقى حلو، يا رب يعجبكم، يا رب يعني ما يبقاش في اي حاجة مضايقة، يا رب يعني زي نجاح زنقة ستات يكون احسن وزيه احسن يا رب. دورك في الفيلم بقى ايه؟ دور بنت، يعني ليلى دي بنت طبيعية كده بس شوية متخلفة، لكن مش شعبي. انا عملت نيلي وشيان شعبي، هي برجل غراب، واحدة قبيحة مش عارف ايه، دي الحاجات الأخيرة. زنقة ستات كانت واحدة برضو متشردة، لكن هنا واحدة عادية بس لطيفة، يعني انا بحبها، بس في موجود منها كتير في مصر. الديول حلو اللي عاملاه مع حسن الرداد بقى، يعني تقولي ايه عنه؟ والله ما انا بقول لك، دي بالنسبه لي ده كيمستري، ده اولا. ثانيا ما بنصدق نلاقي يعني ورق يجمعنا، فلما جه شيكو وهشام يبتدوا نقول ان بعد ما نجحنا في زنقة ستات مع كريم فهمي الحمد لله، وهشام ماجد وخالد الحلفاوي احمد السبكي، مضينا ان احنا نعمل تاني، فبس وعملنا مع بعض مسلسل برضه والحمد لله كان حلو. بعد نجاح نيلي وشريهان هنشوفك تاني مع دنيا؟ يا ريت لو في اي حاجه اتمنى، بس لغايه دلوقتي ما فيش.